دي تمارين على مساحه معين في كتاب سباحه التنس تمارين 13. طب هقول لك ايه؟ اقول تاني بقى، اول حاجه بيقول لي مساحه معين طول ضلعه يبقى في ايه؟ في ارتفاع. طيب رقم اثنين كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي طول مساحه المعين نص فيه، هنقول حاصل ضرب قطرين، حاصل ضرب قطرين. طيب رقم ج، دي كانت ا ب ج. طيب رقم ج كان بيقول لي ايه؟ معين طول ضلعه 12 وارتفاعه 8. هنضرب على طول مساحته، طالما اداني طول ضلعه وارتفاعه مفيش نص بقى، 12 في 8 على طول هيطلع 96 سنتيمتر مربع. لكن لو اداني القطرين لازم احط نص. معين طولها قطرين زي اللي بعدها دي، بيقول لي كام؟ 12 ونص و14. بسيطة جدا، هو رقم د مساحته هقول نص في 12 ونص في 14. انا الاسهل ان انا اجيب نص في 14، نص في 14 ب 7، وبعدين ارجع اضربها في 12 ونص. طب لما اجي اضرب 7 في 12 ونص، 7 في 5 ب 35، 5 ومعناها الثلاثة، 7 في 2 ب 14 و3 17، 7 ومعناها الواحد، 7 في 1 ب 7 ومعانا 1 يبقى كام؟ 8. والعلامة بعد ايه؟ رقم سنتيمتر مربع. طيب مفهومة يا مريم ولا صعبة؟ طيب مريم تمام؟ الو الو، مفهومة؟ مستر حضرتك سامعني؟ سامع كده تمام، في مفهوم؟ طيب بعديها رقم جي، رقم دال بيقول لي رقم ه بيقول لي معين مساحته 150 وطول احد قطرين. احنا قلنا طالما يديني مساحته لازم اضربها في 2 الاول، يعني هو مديني 150 اضربها في 2 الاول ب 300. طالما هو يكلمني عن القطرين يبقى انا اضرب المساحه في 2 الاول 300. 300 اللي طلعت دي اقوم ايه؟ اقسمها بقى على القطر الاخر، يعني هو عايز القطر الاخر اقسمها على القطر اللي هو مديهولي 300 على 20. 300 على 20 دي سهله، بصي الصفر ده يتشال مع الصفر ده، يبقى كاني بقول ايه؟ كاني بقول 30 على 2، 30 على 2 فال 15، ما فيهاش حاجه صفر. طيب رقم واو بيقول لي معين محيطه 80. محيطه خلي بالك المعين اصلا قد المربع، فهما لما يديني يعني كل الاضلاع قد بعضها، هو لما يديني محيطه 80 اخد المحيط ده اقسمه على 4. ليه؟ لان الاربع اضلاع قد بعض هيديني 20 زي المربع بالظبط لما بيديني محيطه، يبقى كده الضلع الواحد بقى 20. طيب وبعدين قام مديني ايه؟ مديني ارتفاعه 16. ارتفاعه بقى اللي هو ده مثلا كده 16، خلاص يبقى انا على طول مساحته هضرب طول ضلعه في ارتفاعه، يعني ال 20 في 16 على طول. الصفر هينزل، 2 في 16 بكام؟ ب 32 سنتيمتر مربع. سهله يا مريم ولا صعبه؟ سهله يا مستر. طيب هصورها بس وابعتها لك عشان لما تيجي تراجع منها. طيب لو بصينا على اللي بعديها اللي هي ايه؟ بيقول لي معين طول احد قطريه 24 وطول القطر الاخر نصف طول القطر الاول. هو مساحته كام؟ مساحته مش مديهالي، هو مديني طول احد قطريه 24 والاخر نص، يعني الاخر هيبقى 12، فانا كده مساحته هجيبها ازاي؟ اهو هجيب مساحته ازاي؟ هقوم عامل اهو مساحته المفروض نص. ايوه معاكي معاكي، مساحته هيبقى نص في 24، وهو بيقول لي القطر الاخر طوله نص، ده نص ال 24 كام؟ 12. طيب اما اجي احسب دي، نص في 24 اصلا ب 12، نص ال 24 12، في 12 هيديني 144 سنتيمتر مربع. تمام؟ طيب كان في واحده كمان بعدها اللي هي رقم اللي بعدها بيقول لي معين طول ضلعه 8 وطول العمود المرسوم من الراس كام؟ 2 دي ولا 3 عشان مش باينه معايا؟ 3. مساحته على طول هتبقى 8 في 3. طول ضلعه 8 والعمود 3، 8 في 3 ب 24 على طول سنتيمتر مربع. دي اللي بعدها. طيب اللي بعدها بيقول لي ايه؟ القطران في المعين، خد بالك المفروض القطران مش متساويان في الطول. يعني القطران بتاع المعين غير متساويان في الطول، بس ايه؟ بس متعامدان.
غير متساويان في الطول بس ايه؟ متعادلان. خد بالك اصل المعين عامل كده. الطولين بيبقى ايه؟ بيبقى واحد طويل وواحد قصير. ولكنهما متعامدان عاملين ايه؟ 90 في. انت معايا يا مريم؟ معاك يا مستر. طول قطر المعين يساوي 2 في المساحه. احنا بنعملها بقى لما احنا بنضرب ايه؟ وبقول القطر بتاع المعين يساوي ايه؟ انا بضرب المساحه في 2، 2 في المساحه وبعد كده بقسمها على القطر الاخر. القطر الاخر ده اللي احنا بنعمله في كل مساله. بضرب المساحه بقى نقسمها على القطر الاخر. طيب هو مديني بقى شويه رسومات ورا كده في الصفحه اللي بعدها. اهو عامل لي ايه؟ عامل لي معين كده وراسم لي الارتفاع بتاعه من بره. يعني عامل لي المعين كده طول ضلعه 25. بيقول لي طول ضلعه بيقول لي 25. وعامل لي الارتفاع بس جايبه من بره من هنا. بيقول لي 16. عادي ده الارتفاع. انا ماليش دعوه بالحته الزياده دي، انا ليا دعوه ان 25 يبقى ده 25. واحنا عارفين لما هو بيديني طول ضلع وارتفاع بنضربهم في بعض، يبقى المساحه 25 في 16 على طول. تمام؟ هنا لو حبيت اضربها بضربها بقى بالضرب العادي 25 في 16 تحت بعضها كده. اهو. 6 في 5 ب 30، صفر معانا ب 3، 6 في 2 ب 12 و3 في 15. ارجع قبل ما اضرب الواحد بحط صفر. 1 في 5 ب 5، 1 في 2 ب 2. ابتدي اقوم جامع دول. اهو. صفر وصفر صفر، 5 و5 10، صفر معانا الواحد. 1 على الواحد 2 و2 4. يبقى طلعت 400 سنتيمتر مربع. مديني واحد تاني جنبه بس مديني القطرين بقى، مديني القطرين واحد 8 والتاني 6. يعني عامل لي كده القطرين بتوعه وبيقول لي واحد ايه 8 والتاني 6. طيب خلاص يبقى المساحه يبقى نص في 8 في 6 على طول. نص ال 8 اصلا بكام؟ نص ال 8 في 4 ب 4. يعني بحسب نص ال 8 الاول ب 4. 4 في 6 ب 24 سنتيمتر ايه؟ مربع. ده بالنسبه لايه؟ هنشوف بقيه الرسومات دي. اصور دي الاول. مديني بقيه الرسومات. جايب لي واحد عامل كده وعين عامل كده اهو، وبرده جايب لي طول ضلعه مديهولي 12 اللي هو شكل 3 ده، مديهولي 12 والارتفاع 6 12 اهو. يبقى ده برده 12، الارتفاع مديهولي 6، الارتفاع ده مديهولي 6. خلاص يبقى انا اعمل نص في 12 في 6. طب ما هو نص في 12 ب 6 اصلا، 6 في 6 هيديني كام؟ 36 سنتيمتر مربع. تمام؟ طيب اديني بعدها واحده ثانيه عامل لي ايه؟ مديني القطرين بتوع المعين. يعني عامل لي كده معين كده مديني طويل كده اهو، مديني القطرين، القطر ده كله كاتب لي عليه 15. والقطر ده بقى جايب لي على ده كله كده عامل لي 15 كده عليه كله، عامل لي السهم ده. السهم ده يعني ان كل ده 15. ولكن الثاني ده مديني الحته الصغيره دي كام؟ 3. طب ما طالما الحته دي 3 يبقى الحته دي برده 3. يبقى كده انا عندي القطران ايه؟ واحد ب 15 والثاني ب 6. معايا يا مريم؟ مديني نص القطر. القطر الثاني 6، واحد ب 15 والثاني ب 6. وهنضرب في نص عشان اجيب المساحه. طب اما اجي اجيب النص سهل ان اضرب النص في 6، اسهل ما اضربه في 15. نص في 6 يساوي 3. خلاص بقت 3 في 15، يعني بمسك النص ده اضربه في 6 يديني 3. ارجع نص الست، نص في 6 يعني يجيب نص ال 6 كام؟ 3. 3 في 15، 3 في 5 ب 15، 5 ومعانا الواحد. 3 في 1 ب 3 و1 كام؟ 4 سنتيمتر مربع. طيب لو اتكلمنا بعد كده على ايه؟ في معين مديهولي وعامل لي الارتفاع جاي من بره، يعني رسمه عامل كده اهو،
كده خلاص، وجايب لي الارتفاع بتاعه ايه؟ جاي من بره كده عادي، هو ده الارتفاع بره، هو مديد له ده بس كده عشان الارتفاع ما يبقاش نازل على الفاضي. ويقول لي ان الارتفاع ده كام؟ 3. 3 خلاص. ومديني ان القطر 8، في قطر مدولي 8، انا مش دعوه بالقطر بقى، انا هشتغل على ايه؟ الارتفاع والضلع. صار مديني القطر ده 8 بس ما ادانيش القطر الاخر، فانا مش هقدر اشتغل على الاقطار كده طالما ما ادانيش القطر الثاني ده. انا هشتغل بقى على ايه؟ على الحرف او الضلع والارتفاع. يبقى مساحته على طول 5 في 3 ب 15 سنتيمتر مربع على طول. المعاين الاخراني خالص اللي هو مديهولي يقول لي ايه؟ اللي هو شكل 6، اداني برضو انصاص. انصاص ازاي؟ يعني هو عامل لي المعاين كده 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 كده، وبعدين جه كده قسمه نصين، وده طبعا ده نصين ونصين، بيقول لي الحته دي بس كده ب 4، يعني عامل لي سهم كده تمام اهو، عامل لي سهم من هنا وسهم من هنا، ان الحته دي بس 4. طب ما هتبقى دي زيها 4 تمام، يبقى ده كله القطر الاولاني 8. انا كده كده هكتب نص اهو، فيه فاضل القطرين بقى، القطر الاولاني كده هيبقى 8، 4 4 8. القطر الثاني قايل لي ان الحته دي 2، الحته الصغيره دي 2، طب ما يبقى دي زي 2، يبقى القطر كله 4. طب ما هو نص في 8، يعني نص في 8 كام؟ 4. 4 في 4 ب 16 سنتيمتر مربع. سهله يا مريم ولا صعبه؟ سهله يا مستر. يعني الرسومات دي سهله، بس هو ممكن في الامتحان يجيب لي الرسومات دي مرسومه تمام. طيب انت ممكن بقى تحل السؤال اللي بعده، تحليل واجب بقى تمام. تمام، هل السؤال اللي بعده واجب وتبقى تبعته لي على الواتساب. اوكي الو، في اي مشكله الدرس ده تمام يا يا مريم ولا مستر. في صعوبه؟ في حاجه عايز تسالي فيها؟ لا سهل يا مستر، طيب الحمد سهل. لله يا حبيبتي، عايزك بقى تبقى تحلي بقى انت ايه السؤال اللي بعده كده في الواجب. اوكي تمام تمام، تبقى تبعته لي على الواتساب ابقى اشوفه يعني. ماشي يا بابا، هنثبت بقى ميعادنا حد واربع الساعه 5 يا مريم. ها اوكي، حد واربع الساعه 5، انا بعتهم لك على الجروب يعني برضه تسجلي عندك تمام. ماشي، طيب ماشي يا بابا، يلا سلام عليكم. عليكم السلام.